لم نرى لغاية الآن ما هي الخطوط الحمراء لإدارة بايدن. نحن رأينا بأن الاستهداف حقيقة ليس ضد السفارة الأمريكية، ولكننا سمعنا من الرئيس ترامب أنه وضع خطا أحمر عند قتل الأمريكيين. بعضنا في أمريكا يريد أن يرى استجابة أقوى استباقية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجيش أو القوات المسلحة الأمريكية وعند قتل أحدهم فهذا هو الخط الأحمر بالنسبة لإدارة ترامب. ولكن وفقا للإدارة الحالية فنحن لا نرى أي خطوط حمراء سوف ترغم إدارة بايدن على التصرف. طبعا سوف يصعب كثيرا أن لا يناقش الإعمال الأمريكي قتل أي جندي أمريكي إن حصل ذلك بسبب الميليشيات الإيرانية في العراق، ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على قادة الميليشيات المدعومة من إيران في داخل العراق. يمكننا أن نفرض هذه العقوبات وهذا ليس له أي علاقة بمفاوضاتنا النووية مع إيران، إلا أننا لم نفعل ذلك، وبالتالي فنحن لسنا نرسل إشارة قوية لخطوط حمراء. إلا إذا كان هناك خطوط حمراء سرية أخبرنا إيران بها سرا، وربما قد أخبرناهم سرا بأن الهجوم على سفارتنا سوف يكون خطا أحمر. ولكن حتى لو اجتيز ذلك الخط الأحمر فيصعب أن نتوقع كيف ستكون استجابة بايدن. نحن نعرف ماذا كانت استجابة ترامب، كانت قتل أو اغتيال القاسمي واغتيال أيضا أحد القادة الآخرين، ولكن لا نرى إشارة قوية من